محمد الشيخ، يعني التعاون اللي ما بين وزارة التعليم ووزارة الرياضة أثمر هذا الحراك الكبير في دوري المدارس. ماذا بعد هذا الحراك؟ من الجهة المعنية أو المسؤولة في الحفاظ على هذا المشروع الكبير أو النتاج الكبير اللي بتخرج من وزارة الرياضة ووزارة التعليم؟ الجهات المعنية هي الأندية والمنتخبات الوطنية. هذا المشروع لا يقتصر فقط على كرة القدم وإنما على جل الألعاب، وبالتالي سيكون الحاضنة لهم الأندية، منهم من يشاركون في الأندية نعم ومنهم لا. ثانيا سلطان، الهدف فقط ليس فقط أن ننتج لاعبين من أجل المنافسة أن يذهبوا للأندية. خطة رؤية المملكة 2030 ترفع من قيمة الرياضة حتى على مستوى الممارسة وليس فقط المنافسة، وبالتالي توسيع قاعدة الممارسين هذا مهم. الأمر الثالث ولا يقل عن هذا المشروع أهمية أو حتى هو من صلب الأهمية في هذا المشروع، هو إنتاج لاعبين مؤسسين تأسيس حقيقي ينطلقوا من المدارس إلى الأندية ومن ثم إلى المنتخبات الوطنية. استشهد زميلي محمد العنزي بمحمد الشلهوب، لا، أنا في نموذج حقيقي وواضح يمكن يتجاوز حتى محمد الشلهوب في جانب من الجوانب. ياسر القحطاني اللي كان والده يمنعه في بداية مشواره الرياضي وهو كان موهوب، كان يمنعه من ممارسة الرياضة في الأندية، وهذه قصة معروفة. بدايته كانت في بطولة المملكة للمدارس، وكان يمثل مدارس المنطقة الشرقية عام 2000، ويومها أنا كنت أحد القائمين على هذا المشروع. من 2000 انتقل لنادي القادسية، 2003 دخل المنتخب الوطني، 2005 انتقل للهلال، 2007 هو أفضل لاعب في آسيا. فإذا البذرة الأولى لانطلاقة ياسر القحطاني بكل هذه القيمة كان من دوري مدارس المملكة، وبالتالي نعم الحاضنة ستكون الأندية، ستكون المنتخبات الوطنية، وبإذن الله هذا المشروع بما يصرف عليه لأن فيه صرف أكثر مما كان في السابق، وبالتالي نعول على إنتاجه الكثير في قادم السنوات.